الشريفة المؤمنة بأهداف ثورة 25-30، نفذ البرلمان عشان تجعل هذه الشعارات من مجرد شعارات أو من مجرد حبر على ورق في دستورنا إلى واقع متحرك على الأرض. دايرة كفر شق بتقول لمصر كلها إن إحنا باقيين على عهد ثورة 25 يناير، وهننتصر وهناخد حقنا وهناخد حقنا. الله يخليك. والحكاوة الجماهير اللي واقفه دي كلها جماهير كفر شق بتجعلني اسير لها طول العمر، ان انا ابقى خادم لهذه الدائره، خادم بمعنى خدام لهذه الدائره. هنكمل مسيرة خالد محيي الدين، هنكمل مسيرة هذا الرجل العظيم، هنكمل مسيرته، وهناخد حقنا في دايرة كفر شق زي ما هناخد حق شعب مصر كله. طول ما روح الثورة في قلوبكم، طول ما الشعب ده صاحي، أنا بقول لكم سيسقط كل الانتهازيين وكل الفاسدين، كل اللي متصورين إنهم هيتسلقوا مرة أخرى وهيخش البرلمان عشان يعيدوا النظام السابق او الاسبع. انا بقول لهم انتم بتحلموا، الشعب صحي ومعادش حد هيخدعه. لو بفلوس العالم كله، انا بقول للاطفال الطاقة السنة، انا بقول لاطفال النظام الفاسد، اقطاب النظام الفاسد واللي قبله، انا بقول لهم لو امتلكتوا مال الدنيا كله الشعب مش هينتخبكم. الشعب ما بتكلمش على دايرة كفر شق بس، انا بتكلم على مصر كلها. مصر صحيت والشعب ده محدش هيعرف يخدعه، ولا عاد زيت وسكر هيجيبه، ولا عاد رشاوي انتخابيه هتجيبه. الشعب حر ومحدش هيعرف يقود هذا الشعب تاني غير بإرادة هذا الشعب وبشرف وبأمانة، مش أبدا باستخدام الأساليب بتاع زمان. هذه الرسالة اللي جاية، الرسالة دي موجهة من شباب وأهل كفر شق لمصر كلها، إن إحنا زي ما كنا طليعة شعب مصر وناضلنا ضد فساد نظام مبارك وناضلنا ضد إرهاب نظام مرسي، وشعب كفر شق ده هو اللي وقف هنا على الطرق. شعب كفر شق ده هو اللي وقف هنا على الطريق ومنع كل المدد اللي كان الاخوان جايبينه عشان يحبطوا ثوره 30 يونيو، ونجح ثوار كفر شق بدون ما يطلعوا اي مدد. ممكن تهدوا يا جماعه، بتسوقوا بعض ليه؟ المركز ده مركز ابطال وهيفضل مركز ابطال. لازم نبقى عارفين ان الروح والمعنى
المبادئ والافكار اللي زرعها فينا خالد محي الدين هتخلي مركز صدر شكر دايما هو طبيعه هذا الشعب. دي بتتخانقوا على ايه؟ ممكن تبقى